لو الحكاية فيها إن فيديو. والله حدث حدث خسيس يعني، ما الناس كلها حزينة وبيت اتقفل وأسرة اتشربت بحرت، ده غير إن هو يعني الله يرحمه كان رجولة الدنيا كلها، جدعنة الدنيا يعني، عمره ما قصر مع حد. ايه اخر مره قابلتك؟ اخر مره قابلتك انا قابلته من حوالي 3 اسابيع، كان راجع من رحله وبيقعد عيني بيقعد علشان ما بيبقاش فيه رحلات، ما بيبقاش فيه شغل سياحه. تمام. هنا حبايبي من هنا. بالنسبه للحادث ده تحب تقول ايه للجماعه الاغبياء؟ نقول منهم لله، مفيش دين في الدنيا امر بكده، ولا اسلام ولا مسيحيه ولا اي حد. والناشد السيسي المشير السيسي يضرب بايد من حديد، يجزي اشد من كده. شايف ان مواجهه الامن في الجماعه الارهابيه في تقصير لحد ما؟ الامن ما يقدرش يسيطر على واحد بيطلع يفخخ نفسه، بس المفروض بيبقى فيه استخبارات عارفه ايه اللي دخل وايه اللي طلع. لكن الامن مش مقصر، الامن مش مقصر، بس لازم يبقى فيه حمايه اكتر منه. ايه الحاجات اللي بتطلبوها عشان تشفى غليلكم وتحسوا ان انتوا جبتوا حق الشيء؟ غرفه السياحه تهتم بالناس ديت، دي المفروض اقل حاجه، اللي يبقى ليه معاش يصرف على ثلاث بيوت. تمام. معاش يصرف على ثلاث بيوت ووالدته المعوقه عنده كام؟ عنده ولدين وزوجته ووالدته عايشه معاه، هو يعني هو المصدر الرئيسي للدخل. فطبعا هيعملوا له ايه؟ راجل طالع على باب الله ياكل عيش. هيكون كمان مخيم عليكم حاله الغضب نتيجه تاخير بسم الله. طبعا بقاله 3 ايام. ليه 3 ايام؟ انا مش عارف ليه تاخيرات. قال لك عشان الدي ان ايه والمباحث ويعرفوا. طب بقى لنا 3 ايام يا جماعه، 3 ايام واكرام للميت دفن، ده اقل واجب يعني. وشغال من امتى في السياحه؟ شغال بقى له 20 سنه 20 سنه شغال بقى له 20 سنه كان شغال في شركتين، والشركه اللي فيها الاخرانيه دي بقى له اكتر من 5 سنين شغال، عشان حل البلد طبعا اللي واقف يشتغل رحله. ايه اللي بيطالبه من وزير الداخليه والحكومه الحاليه؟ بيطالبه وزير الداخليه اللي هو تامين علشان ما تحصلش مأساة زي دي تاني، تامين كافي ويضرب بايد من حديد. احنا عايزين نشوف حد اتمسح من الناس دي وتحاسب، لكن ما فيش للاسف ولا يعني ما فيش حكم لغايه دلوقتي يشفي غليل الناس. كل يوم بيت بيتشرد، يلا بابا كل يوم بيت بيتقفل، واسره بتتشرد واولاد بيتشردوا ويتيتموا. طب احنا مستنيين ايه؟ فعل امن الدوله تاني، فعل امن الدوله وفعل الامن الوطني علشان يعرفوا الحادث قبل وقوعه، ده اقل واجب يعني. ده غير ان الجيش المفروض يضرب بايد من حديد. سينا كلها مستهدفة، كلنا مستهدفين، وما تعرفش ممكن تيجي فيا تيجي فيك تيجي في أي حد. طب وبعدين؟ كل يوم حادثة. شايف إن مثلا قبل الأعمال الإرهابية دي هيقدروا يرعبوا الناس؟ لا طبعا، الناس ده بالعكس، الناس بتزيد صلابة كل يوم عن يوم. كويس هم اتفضحوا قدام الرأي العام وكل الناس عارفة. ما يأثرش مع المصريين. فيديو